بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. استجابة لدعوة الله تعالى، فقد قررنا تشكيل كتيبة المهاجرين والأنصار التابعة للواء صقور الشام بقيادة المجلس العسكري للجيش الحر، بهدف: أولاً الدفاع عن الأعراض والدماء والمساجد ودور العبادة لكافة الطوائف، ثانياً حماية الشعب السوري الأعزل من عصابات الأسد وشبيحته المجرمة، ثالثاً حماية الممتلكات العامة والخاصة من السرقة والنهب والحرق الذي يمارسه الجيش الأسدي الخائن. إذ نعاهد الله تعالى ثم الشعب السوري البطل أن نكون الدرع الحصين لثورة الحرية والكرامة، وأن ندافع بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري للتحرر من هذا النظام الاستبدادي المجرم. كتيبي إلى القسم، أقسم بالله العظيم، 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 أن نحمي مساجدنا، أن نحمي مساجدنا، وقرآننا، وقرآننا، وأعراضنا، وأعراضنا، وأموال شعبنا، وأموال شعبنا، ومدننا، ومدننا، وقرآنا، وقرآنا، لكل ما أوتينا من قوة، لكل ما أوتينا من قوة، وأن نكون الجند الأوفياء، وأن نكون الجند الأوفياء لهذا الشعب المظلوم، لهذا الشعب المظلوم، حتى يستعيد حريته وكرامته، حتى يستعيد حريته وكرامته، وأن نكون أوفياء، وأن نكون أوفياء لدماء شهدائنا الأبرار، لدماء شهدائنا الأبرار، ونعاهدهم بأن نسير على دربهم، ونعاهدهم بأن نسير على دربهم حتى الشهادة أو النصر، حتى الشهادة أو النصر، والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول شهيد. عاشت سوريا حرة أبية، عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.